انضم لينا عبر الهاتف الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. استاذ جمال اهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بألف خير. تحياتي لحضراتكم وتحياتي لكل الساده المشاهدين وكل عام ومصرنا في سلام وامان بمناسبه طبعا ذكرى ثوره 30 يونيو المجيده. تعددت الاسباب والنتيجه واحده، رفض المصريون مثل هذه الممارسات من قبل جماعه بعينها. استاذ جمال، من وجهه نظر حضرتك ما هو السبب الرئيسي او النقطه المفصليه التي جعلت المصريين يرفضون وينزلون إلى الشوارع في 30 من يونيو لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية؟ يعني في واقع الأمر الأسباب كثيرة ومتعددة، ويمكن أن نرصد الكثير السبب من الأسباب. السبب المفصلي أو السبب الرئيسي اللي أدى إلى استفزاز ونزول المصريين بمثل هذا الكم الكبير إلى الشوارع، هذا ما كنت سوف أذهب إليه. يعني برغم أن كانت هناك أسباب كثيرة ومتعددة، سواء التي لها علاقة بتردي الحياة المعيشية للمواطن المصري، أخوانة كافة أجهزة الدولة أو محاولات أخوانة كافة أجهزة الدولة السيطرة على كافة الأمور الخاصة بالدولة ولفظ الآخر ورفض الآخر، وطبعا حتى ما يتعلق ببعض الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن المصري التي تأثرت كثيرا بين هذه الفترة الفوضوية. ولكن يظل السبب المفصلي هو الأمن القومي المصري. المواطن المصري استشعر أن الدولة المصرية في خطر كبير للغاية وتتجه نحو إفشال الدولة. وهنا نتحدث بوضوح، جماعات إرهابية في سيناء، محاصرة في المحكمة الدستورية العليا لمدينة الإنتاج الإعلامي، فوضى في الشوارع المصرية، محاولة لتفتيت الداخل المصري وما مورس تجاه أيضا الكنائس المصرية، وحتى يعني كانت هناك محاولات لإثارة الفتنة في الداخل المصري، ما يتعلق أيضا بدعم أو تسخير السياسة الخارجية المصرية لدعم الجماعات الإرهابية، كما رأينا مثلا في ما حدث في استاد القاهرة من دعم لبعض الميليشيات الإرهابية. كان طبعا مؤتمرا يعني تشوبه الفظائع في الحقيقة، لأن هذا يضع الدولة المصرية في خطر كبير جدا. إذا نحن نتحدث عن الكثير والكثير. حينما حضر حفل 6 أكتوبر حفل الانتصار، يعني بعض الوجوه المتورطة والتي لديها سوابق يعني في التطرف والإرهاب، هذا أمر أيضا استفز الشعب المصري. إذا المواطن المصري استشعر أن الدولة المصرية في خطر كبير جدا، والأمن القومي المصري مهدد بشكل حقيقي، سواء من خلال الإرهاب، سواء من خلال ممارسات هذه الجماعة، سواء من خلال ما يحدث من توجيه يعني سياسات مصر الخارجية في الخارج التي وضعت مصر في موقف صعب للغاية، وبالتالي الكثير والكثير. ولكن في الحقيقة كما نؤكد أن الدولة المصرية كانت في خطر كبير جدا، والأمن القومي المصري كان مهددا بشكل حقيقي، وبدأت الدولة المصرية في الحقيقة لولا ثورة 30 يونيو لانهارت بشكل حقيقي، ولكانت الدولة المصرية فشلت. ولكن هذا لا يمكن أن يحدث بظل وجود قوات مسلحة مصرية عظيمة وباسلة استطاعت أيضا أن تحسم هذه الفوضى وأن تقف بجانب الشعب المصري العظيم وتؤيد رغبة الشارع المصري العظيم وتؤيد هذه الإرادة الشعبية وتحمي هذه الإرادة الشعبية. وبالتالي الشعب المصري اطمأن وقرر أن يحافظ على أمنه القومي ويحافظ على مؤسسات الدولة المصرية ويذهب إلى الشوارع في كافة محافظات الدولة المصرية معلنا استرداد فكرة الدولة الوطنية، لأن هذه الدولة الطائفية التي كانت يمهد لها، وهذه الدولة التي كانت تعتمد على فكرة الفاشية الدينية التي كان يروج لها الإخوان، رفضها الشعب المصري من خلال ثورة 30 يونيو التي رفعت راية فكرة الدولة الوطنية. أستاذ جمال، يعني كان قبل 30 من يونيو كنا نسمع عن الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير، إلى أي مدى استطاعت 30 من يونيو إفشال هذا المخطط في المنطقة؟ يعني دوما أقول أن ثورة 30 يونيو محلية الصنع، مصرية الصنع، ولكنها إقليمية في التأثير، بل دولية أيضا التأثير، لأن ما حدث في الداخل المصري إبان ثورة 30 يونيو من إفشال مخطط الجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان الإرهابية، قطع أيضا الطريق على المخططات الإقليمية لهذه الجماعة، وأفشل وجود التطرف والإرهاب حتى واتساعه في الإقليم. وبالتالي الشعب المصري عليه أن يفخر بهذا الأمر، هو لم يقطع دابر الإخوان فقط في الداخل المصري، ولكنه أيضا قطع دابر الإخوان في الإقليم بشكل كامل. وبالتالي الدولة المصرية في الحقيقة من خلال هذه الثورة في ليبيا، في السودان، في تونس، في كذا دولة،
بالتأكيد، وبالتالي ما حدث في ثورة 30 يونيو يجب أن يحتفل به بالمناسبة المجموعة العربية يعني بالكامل، لأن هذا انتصار للإقليم. ثورة 30 يونيو ليس انتصارا مصريا فقط، ولكنه انتصارا لفكرة الدولة الوطنية وكل دولة مؤمنة بأهمية وبأولوية أن تظل متمسكة بفكرة الدولة الوطنية. وبالتالي هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يتعلق أيضا بالتأثير الإقليمي هو وضعية مصر. نحن نتحدث قبل ثورة 30 يونيو بدأت وضعية مصر إقليميا ودوليا تهتز. طيب. جماعة الإخوان أخذت السياسة الخارجية المصرية إلى منحنى خطير، وبالتالي بعد ثورة 30 يونيو استعادت مصر مكانتها إقليميا ودوليا عبر سياسة رشيدة، سياسة خارجية متزنة اتزنت بصوتها وحققت فقط مصالح الداخل المصري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.